بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا أيها الإخوة في هذه الليلة حديث جليل ووصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة اشتمل على عدة وصايا. ففي قوله عليه الصلاة ففي قول عرباض بن ساري رضي الله عنه: وعظنا رسول الله موعظة بليغة، في هذا بيان ما حب الله تعالى أنبياءه من كمال دعوتهم وتأثيرهم على المدعوين. فالأنبياء أيها الإخوة أكمل الناس خلقاً وخلقاً، وأكمل الناس في الدعوة إلى الله. قد جمعوا بين العلم وبين معرفة أساليب الدعوة وبين معرفة أو الحرص على المدعوين وكذلك الصبر في ذلك. قد يكون الإنسان عالم لكن ليس يعرف أساليب الدعوة، قد يكون يعرف الدعوة لكن ليس حريص على المدعوين، قد يكون كذلك لكن ليس عنده صبر، لكن ذلك كله قد جمعه الله تعالى لأنبيائه. ومع ذلك من الأنبياء من لم يؤمن به أقرب الأقرباء، فمنهم من كانت زوجته كافرة، ومنهم من كان عمه وهو عم نبينا صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب كان كافرا، ومنهم من كان ابنه كافر. فهنا يتبين للعبد أن الهداية هداية الإلهام والتوفيق بيد الله عز وجل، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه إلى البشر. من الوصايا التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. ما أعظم هذه الوصية، هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الوصية أيها الإخوة قد أوصى الله وأمر بها نبيه: يا أيها النبي اتق الله. والتقوى أيها الإخوة هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة واجتناب المعصية. عرفها بعضهم هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، ومنهم من عرفها، وهذا مروي عن علي، ومنهم من عرفها بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وليس من شرط التقوى أيها الإخوة أن يكون العبد معصوما، هذا غير صحيح. يقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. إذن المتقون كغيرهم، يصيبهم من الذنب ما يصيب غيرهم لكن المتقين يختلفون عن غيرهم أنهم لا يستمرون في المعصية. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم، تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والتقوى يا إخواني فضائلها عظيمة، فيها تفريج الكروب وتنفيس الخطوب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فيها تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خيري الدنيا والآخرة يجمعها الله تعالى للمتقين، فكفاك خيرا وعزا وبرا وصلاحا أن تكون من المتقين. ثم في هذا الحديث وصية عظيمة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. يا إخواني، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيه خيري الدنيا والآخرة. لا تستقيم أمور الناس في دنياهم وأخراهم إلا بإمام، ولا يكون ذلك إلا بالسمع والطاعة له. فيجب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين،
وعدم الخروج عليهم، لا بالأقوال ولا بالأفعال. ويجب أيضاً الدعاء لهم، وأيضاً جمع القلوب عليهم. في هذا يا إخواني خير عظيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته بيّن أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن لزوم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يقع أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، قد جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل قوم يستنون بغير سنتي ويهتون بغير هدي، قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه في النار. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. إذن لزوم الجماعة ولزوم السمع والطاعة أيام الفتن من أعظم الأسباب بإذن الله من النجاة فيها. فقلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أيها الإخوة فيه خير عظيم، وهو أيضاً من الأسباب العظيمة التي يكون بها نجاة المسلم من الفتن. ثم ختمت هذه الوصية العظيمة بالحذر من البدع. والبدع أيها الإخوة أن يعمل الإنسان عملاً من العبادة ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. والبدعة أيها الإخوة وإن استحسنها الناس فإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا. ومن شؤم البدع أن أي أحد يحدث بدعة فإنه سيميت في مقابلها سنة. وأضرب لكم مثال: من يحيي مثلا صلاة الرغائب ويصليها ويظن أن فيها أجر، هو في الحقيقة عوقب بنقيض أمره، ففرط في قيام الليل الذي هو سنة ثابتة مؤكدة وفيها أجر عظيم. فمن يفعل البدع سيميت في مقابلها سنة. من يلتزم أورادا بدعية سيحرم الأوراد السنية التي جاءت في أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وغيرها، سيحرم ذلك بمقابل ما أحيا فيها أو ما أحيا من البدع. ولذلك من شؤم البدع أن الإنسان لا يحيي بدعة إلا أمات في مقابلها سنة. بل إن من شؤم البدعة أيها الإخوة أن صاحبها لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يختلف عن صاحب الشهوة. صاحب الشهوة يعرف أنه مخطئ ويرجى له في يوم من الأيام أن يرجع وأن يتوب وأن يقلع، لكن صاحب البدعة يظن أنه على حق فيستمر طيلة حياته، ولا تزيده هذه البدعة إلا بعداً عن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويحفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلمائنا، ويجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلدان المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.